والله عجزت لا اصور زين. عجزت هالزاوية هذا ما يقدر صورة كم هالزاوية هذا. شوف شوف انا ما انا بشكل مو طبيعي. قبل ان ابدا الفيديو هذا برعاية موقع حرج، تخيل يا صديقي اكثر من 2 مليون زائر يوميا واكثر من 60 الف اعلان يوميا، تقدر تبيع وتشري اي شيء يطري على بالك. هذه الهايبرد وراح ينزل بعدة محركات، طبعا كل المكاين 4 سلندر. اللي بتجينا واحده 278 حصان وواحده ماكينه اللي هي ال 2800 ديزل. والله زحمة ما يمديك تصور شيء. الجنط هنا مقاس 18. الصف الثاني في تحكم والمكيف الكترون ومخارج تايب سي. أنا أوريكم الحين جاية الراكب. كلاسيك كلاسيك. هذه الشاشة جاية 12 رينج، تحكم زر المكيف، شاحن وايرلس، تخلط شغله مرتب. راح جهة السواق الحين، فتحة طبعا. يا مو معقول الزحمة. هنا ما في صف ثالث. خليج اللي بيجينا في صف ثالث ولا لا؟ سوزمي والله كأنه يعني تقدر تقول ضيق شوي. تحكم بالمكيف الكتروني. جهة السواق، سرعة تحكم النوافذ. صديق الياباني بدع صراحة، بس إن شاء الله يجينا نوم بيت. هذه الداخلية. الشاشة هنا 8 إنش ما هي كاملة، وهنا اللي كاملة. هنا وضعية القيادة طبعا مولع اللمبات كلش، لأن مفصلين كل شيء هنا، فما راح أقدر استعرض لكم شيء. الدركسون جاي كلاسيك المديرات ايام الثمانينات، اللاند كروزر جاي شكله حلو صراحه تحفه. روعه حتى جلسه الموت الرايقه. صوت حكم المكيف، حتى التكييف هنا، وضعيه القياده، درايف مود يكون حق اسفلت وكذا تو اند. عندك هذا يصير قفله اللي هو الدبل الخفيف. هنا عندك دبل خفيف ودبل ثقيل. حامل كواب، شاحن وايرلس. وهنا الإضاءة باللون الأبيض. إن شاء الله نيجي نجربوا لكم بإذن الله. أنا ما أدري متى يدشن بالسعودية. إن شاء الله. هذه الواجهة الأمامية. شوف الصديق الياباني ما أدري ليش بخير بالإضاءات. لمبات الاي دي ممكن هذه فئه مو فل، مع انه اشوف انا فل هنا، بس عاد ما ندري. المفروض انها تجي عدسات. شوف السوق الامريكي في شيء يجي عدسات. الوجه بصور تحسه كبير، بس انه على الطبيعه لا طالع صغير. الشبك والنور حجمه شوي صغير. بالنسبه للمحركات مثل ما قلت لكم بالبدايه 4 سلندر، خلاص ما راح يجي 6 سلندر. المحركين اللي راح ينزلن ويجن عندنا بالخليج الأربع سلندر 2400 تيربو بقوة 278 حصان، والعزم 430 نيوتن، والجير راح يكون 8 سرعات. المحرك الثاني راح يكون ديزل تيربو نفس مكينة الربع وشاص الجديدة ال 2800 بقوة 201 حصان، والعزم 500 نيوتن، والجير 8 سرعات. فقط هذه المحركات اللي راح تجي. الشنطة جاية والله وسيعة، بس هل بيجينا صف ثالث؟ الله اعلم.
امسك له الشنطة. عندك هنا حامل اكواب، فتحات التكييف كلها بالسقف، هذه اهم نقطة. سيزمي ما ادري تسكر الشنطة. ذي اسطب جاي شكله حلو تصميمه، بتلاحظ انه فيه كلاسيك كثير من الكلاسيك، كثير من الكلاسيك، يعني احس بيه تكون تحسينات شوي. اعطونا رايكم، ايش رايكم بالموتر؟ ادرون ما قدرنا نصوره زين، زحمه مو طبيعيه. هذا الجديد منه، والميزه باللكسس الجي اكس انه يجي 6 سلندر 3.5 من كينت اللاند واللكسس، بس قوه الاحسن مبرمج على 390 تقريبا، والشاصي والجير كلهن حقت اللكسس واللاند.